عارفها جيدا، مجموعه من اشياء حاجات كده موجوده انا عارفها وكل الناس تبقى عارفاها، مش انا بس اللي بعرفها، كل الناس تبقى عندها نفس الاجابه بتاعت الحاجه اللي انا بسال عليها. لما اجي اسال عن حاجه يبقى كل الناس بتدي نفس الاجابه، مش حد يديني اجابه وحد يديني اجابه ثانيه، دي تبقى اسمها مجموعه، يعني كل الناس تبقى عارفاها ليها نفس الاجابه. وبنسمي الاشياء ديت بنسميها عناصر، الاشياء ديت انا بسميها عناصر اللي هي بتبقى موجوده جوه المجموعه. طب هنا في السؤال بيقول لي اي من التعبيرات الاتيه مجموعه وايهما ليست مجموعه؟ طب تعالوا نشوف شهور السنه الهجريه، شهور السنه الهجريه كل الناس عارفاها ولا في ناس تبقى عارفاها وفي ناس لا؟ اللي هي يعني كل الناس تبقى عارفه شهور السنه الهجريه اللي هي محرم وصفر وربيع اول وربيع اخر وبقيه الشهور كلها، كل الناس عارفاها ولا في ناس لا؟ او في ناس عارفاها وفي ناس لا؟ كلنا المفروض على طول عارفينها، فدي شهور السنه الهجريه اللي هي مين؟ دي كده مجموعه. هو عايز يعرف دي مجموعه ولا ليست مجموعه في السؤال. طب هنا بيكلمك بيقول لك التلاميذ طوال القامه في الفصل، انت عارف كل التلاميذ طوال القامه في الفصل بتاعك؟ لا، هيبقى في ناس مثلا بالنسبه لهم التلميذ ده طويل، ده بالنسبه له التلميذ ده قصير، يبقى كل واحد هيدي اجابه مختلفه. اه ده انا ده بالنسبه لي طويل، لا ده بالنسبه لي قصير، ده بالنسبه لي لا مش كده. فدول دوت يعتبر ايه؟ فلما لقينا كذا اجابه وكل واحد متشتت في اجابه مختلفه يبقى ديت ليست مجموعه. بيقول لي فصول السنه المناخيه، فصول السنه المناخيه اللي هي مين؟ اللي هو الصيف والشتاء والربيع والخريف، كل هم الاربع فصول بتوعك، فكل الناس بتبقى عارفاهم. طب يبقى دولت مالهم؟ يبقى دولت مجموعه. طب حروف كلمه مصر، حروف كلمه مصر، مصر فيها ايه؟ فيها الميم والصاد والراء، فكل الناس تبقى عارفاها اللي هي ميم وصاد وراء، كلنا عارفينها، فدي تبقى مجموعه. القصص الجميلة، القصص الجميلة ممكن تبقى قصة بالنسبة لي أنا حلوة وبالنسبة لحد تاني مش عاجباه، فيبقى كل واحد عنده إجابة مختلفة، بدل ما وصلنا كل واحد عنده إجابة مختلفة ومش نفس الإجابات مع بعض يبقى ديت ليست مجموعة. يبقى ليست مجموعة. طب الأعداد الأولية المحصورة بين الـ 26، فاكر إيه هي الأعداد الأولية؟ الأعداد الأولية اللي هي كانت بتقبل اسم على نفسها وعلى الواحد بس، اللي هي الأرقام الحاجات اللي مش موجودة في جدول الضرب، العدد والأرقام اللي مش موجودين في جدول الضرب. طيب يعني مثلا زي مين؟ اللي هم هو بيقول لي إيه الأعداد الأولية مثلا دلوقتي عايزين نفتكرها مع بعض، اللي هم الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة والـ 11 والـ 13 والـ 17 والـ 19 والـ 23 والباقي كلهم، دي كلها أعداد أولية اللي هي مش موجودين في جدول الضرب. طيب هنا بيقول لي بقى الأعداد الأولية المحصورة بين الـ 26 اللي هم مين؟ اللي هو بعد الخمسة اللي هو السبعة لحد قبل الـ 20 اللي هو الـ 19، كل دولت، كل دولت يعتبر إحنا كلنا عارفينهم لأن دي أعداد أولية ومحصورة بين رقمين، يبقى دوت إيه مالهم، مجموعة ولا ليست مجموعة؟ لا بدل ما عارفينهم وكلها نفس الإجابة يبقى ديت مجموعة. تعالى هنا بيقول لي التلاميذ الاذكياء، التلاميذ الاذكياء كل الناس كده هتبقى عارفاهم ولا في ناس عارفاهم وفي ناس لا؟ ممكن يبقى تلميذ مثلا ذكي لا هتبقى اجابات ايه مختلفه، ده عارف الاجابه لا ده تلميذ ذكي لا ده تلميذ مش ذكي، فكل الاجابات مش شبه بعض مش حاجه موجوده يبقى ديت ليست مجموعه. تعالى هنا بيقول لي الاعداد الفرديه اقل من العشره، ايه الاعداد الفرديه دي؟ اللي هي الواحد التلاته الخمسة السبعة التسعة الـ 11 الـ 13 وهكذا غير منتهية. طيب هنا بيقول لي أعداد فردية أقل من العشرة، هما مين؟ اللي هو من أول تسعة وأنت نازل كده لحد الواحد، طب دي أعداد فردية، كده إحنا عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ نفس الإجابة ولا مش نفس الإجابة؟ كله هيجاوب نفس الإجابة بتاعتها اللي هي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة أقل من العشرة، يبقى ديت ملا تبقى مجموعة. وهنا السؤال طالب مني بس أعرفه دي مجموعة ولا ليست مجموعة. لو طلب منك بقى اكتب العناصر، انا عايز اكتب العناصر بتاعت المجموعات ديت، انا خلاص هو قال لي دي مجموعه، عايزني بقى العناصر بتاعتها اقولها له. طب تعالى نشوف، بيقول لي مجموعه ارقام العدد 3072، ايه هي مجموعه الارقام بتاعته؟ اللي هو مين؟ الاثنين والسبعه والصفر والثلاثه، دي العناصر بتاعت المجموعه اللي هي 3072، فكيتهم خليتها 2 2 و7 مش 70، 7 عاديه، دي العناصر، دي عناصر موجوده اللي هي الارقام اللي موجوده جوه العدد ده كله اللي هو 3072. بيقول
عارفينه دي مجموعه على النص الالوان بتاعتها احمر ابيض اسود. طب تعالى هنا مجموعه الاتجاهات الاصليه، هي الاتجاهات الاصليه بتاعتك اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل دول الاتجاهات الاصليه بتاعتك، شمال جنوب شرق غرب. كررش عناصر موجودة إذا كانت في أرقام أو في كلمة عادية مثلا.